معاشر الأحبة، قدم الله لرمضان ببريد وبسفير، فمن هو سفير رمضان وما هو بريد رمضان؟ إنه شهر شعبان، أجمل سفير وأعظم بريد، يحمل المؤمن فيه أعمالا صالحة لترفع إلى الله رب العالمين، ويصلي صلاة النفل ويصوم صيام النفل قبل رمضان حتى ترفع أعماله ويتهيأ قلبه وتشتاق نفسه. ولذلك بعض السلف الصالح كان يغلق حانوته، كان بائعا يغلقه في رمضان، لا، كان يبدأ بإغلاقه في شعبان، وكان يجتهد في الطاعات. إن التفريط في شعبان يؤثر على الخشوع والروحانية في رمضان. العجيب أن هذا الشهر شعبان الذي سماه الحبيب شهر يغفل الناس فيه، يغفل الناس فيه أي أنهم ينشغلون بدنياهم، حتى أن العوام ما يسمونه قصير لأنه كان قصير بالنسبة لوصول رمضان. البعض معاشر الأحبة لا يتهيأ نفسيا لاستقباله، ولذلك يصاب بالفتور في أول رمضان. ولذلك أقول إن بداية أن تكون في رمضان مقبولا، وبداية أن تكون في رمضان خاشعا، وأن يوم أن يبدأ التقوى يعمر قلبك، بداية الإحسان في شعبان. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم، فلما سأله أسامة رضي الله عنه عن صيامه في شعبان وشعبان ليس رمضان، قال إنه شهر يغفل الناس فيه ما بين رجب ورمضان، وأحب وشهر ترفع الأعمال فيه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الأحباب، شهر ترفع الأعمال فيه، أعظم عمل في شهر شعبان أن تتأكد من صلاحية قلبك لرفع عملك. والله إن بعض القلوب فاسدة، وإن بعض القلوب مريضة، وبعض القلوب ممتلئة غل وحقد وبغض وحسد بأي قلب تدخل رمضان إذا كنت هاجراً للمؤمنين أو قاطعاً لهم. إن شهراً ترفع فيه الأعمال، وأخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن العمل يرفع إلا لصاحب الشحناء، إلا للمتهاجرين، إلا للمتقاطعين. شهر شعبان شهر الصلة، شهر شعبان شهر النافلة، شهر شعبان شهر طهارة القلوب، لأن الأعمال ترفع لعلام الغيوب. فإذا كان القلب مريضاً ما رفع العمل. من أخطر المصائب التي تصيب المؤمن في كل عام أن شعبان يأتي ويخرج ولم يرفع أعمال العام كله. أعمالنا ترفع في كل يوم، وفي الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه جل وعلا عمل النهار قبل الليل، وهذا هو الرفع اليومي. الرفع الأسبوعي تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر. لاحظ رحمة رب العالمين أنه يغفر لكل مؤمنين مسلمين ليس بينهما شحناء. إذن الشحناء سرطان، الشحناء تمنع رفع الأعمال في الخميس والاثنين. طيب، ما رفع عملك في اليوم وما رفع في الأسبوع؟ أما تستفيد من الرفع السنوي في شهر شعبان؟ تلاحظون أن بعض الناس يدخل رمضان والنفس مشمئزة والصدر ضائق والعبادة يتجرعها تجرعاً، ويصلي الخمس الأوائل من رمضان، يصلي القيام، ثم يمرض، ثم يضعف، ثم يتقهقر، ثم يتراجع. أحد أسبابها تفريطه في الطاعات في شعبان. وأعظم طاعة قبل الصيام صيام البطن أن يصوم القلب. صوم قلبك من هذه الأحقاد، والشيطان قد احتل قلوب واحتل بيوت واحتل أفئدة. ولذلك تمر الطاعات ما تلذذ بها بعض الناس، يتلو القرآن ولا روح لتلاوته،
يتدبره لا يستطيع التدبر. قلوب عليها أقفالها وأغلالها، والمفتاح في يد الشيطان. ولذلك في رمضان صاحب الطاعة يفرح في العيد بدون أن يلبس جديد. إن لبس جديد جميل، لكن ثوب جديد مع قلب مريض ما ينفع. ولو غسل بدنه وغسل ثوبه لا بد أن يغسل قلبه. شعبان يجب أن لا يغفل الناس فيه، وسماه الحبيب شهر الغفلة. أحبابي بعضنا يقول تحدث عن الصيام. نعم، كان الحبيب يصوم، لكنه كان عليه الصلاة والسلام أطهر عباد الله قلباً بأبي هو وأمي، عندما قال عليه الصلاة والسلام: شهر تعرض فيه الأعمال، وأحب أن يعرض أو يرفع عملي وأنا صائم، لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن تملي أن يملي على الكرام الكاتبين أجمل الأعمال يوم أن تضيق مجاري الشيطان. بعضنا صيام بطنه سهل، ممكن يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم يوما ويفطر يوما، لكنه عاجز أن يرفع الجوال ليتصل على ما على رحم قد قطعه، ولا إلى صديق قد هجره. هذا صعب، ولكن ممكن يجلس بفلان في المسجد 10 ساعات، لكنه لا يمكن أن يطرق بابا على قاطع هو بينه وبينه شحناء. لذلك أول وصية لأعمال شعبان: تأكد من طهارة قلبك، واعمل صيانة عاجلة له حتى يرفع العمل واطمأنت وسكنت. ومن أعظم ما يحبه الله من عباده أن يكرموا عباده وأن يرحموا عباده، فمن رحم عباد الله كانت رحمة الله له قريب. إن رحمة الله قريب 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 من المحسنين. ومن العبادات معاشر الأحبة التي تكون في شعبان تدريب البيت على قيام الليل. نعم، نحن نجتمع خلف إمام واحد في رمضان ونصلي التراويح ونصلي القيام، لكن حتى تألف القيام ابدأ فورا بصلاة الليل. قم من الليل ولو قليلا، صلي ولو ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 ركعة. تعود أن تقرأ ولو من القرآن في قيام الليل. ومن العبادات وأختم: تلاوة القرآن، حتى سمى السلف الصالح شهر شعبان بأنه شهر القراء، فكانوا يختمون فيه إلفا للقرآن، حتى إذا ابتدأ رمضان كانوا يختمون في كل ليلة، في كل ليلتين، في كل 3. لا تستغرب تراني أنا وإياك نشوف الجوال كل يوم حول 5 ساعات، لو خليناها في القرآن ختمنا كل يومين. ما أعظم أن نقرأ القرآن مرتلا في هذه الأيام. أسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا في شعبان، وارفع أعمالنا يا كريم يا غفار. اللهم ارفع أعمالنا وخلصها من الرياء، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا تبنا إليك من القطيعة والهجر. اللهم اغفر لأرحامنا وجيراننا وأصحابنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، وطهر قلوبنا من الرياء والنفاق والبغض والضغينة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أي مقطع تنشره أنت ليس الذي قاله، لربما أعظم منه أجرا، لأن نيتك قد تكون أعظم من نية المتحدث. الآن اللقاء البث، لو أخذ أحد منا مقطع دقيقة ثم منتجه أو قصة ونشره، صار هو الداعي ينشره في أصقاع الأرض، وله أجرها وأجر من رآها وأجر من نشرها إلى قيام الساعة. الله أكبر، ما أعظم الله وما أكرم الله. حديث محمد صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فانطلقوا في الدعوة إلى الله.